ماشي بحاول وما بتعبش. كلنا شفنا وسمعنا حلقة حسام حبيب مع عمرو أديب، وشفنا التصريحات اللي كانت تصريحات صادمة للجمهور، وده طبعا بخصوص ان حسام حبيب تنصل من كل الاتهامات اللي تم توجيهها لي. ولكن الجمهور اتهم حسام حبيب ان هو بيكذب، وعلشان نعرف الحقيقة قبل كده ناس كتير عارفة مشكلة تمت ما بين شيرين وما بين حسام حبيب، وتقال ان حسام حبيب ضرب شيرين، وكان احمد سعد شاهد عيان على وقعة اعتداء حسام على شيرين بالضرب. علشان كده النهارده الجمهور والراي العام بيطلب شهاده احمد سعد، هل فعلا حسام حبيب ضرب شيرين قبل كده ولا لا؟ وبالفعل لو كان ضربها واحمد سعد قال كده، يبقى كل تصريحات حسام حبيب دي تصريحات ملفقه وتصريحات ما هي الا ذكرت للتبرير فقط. ولذلك عاد احمد سعد مطلوبا للشهاده امام الراي العام، وده على حسب طلب الملحن محمود الخيامي. عاد الخيامي نشر مداخلة حسام حبيب عبر موقعها على الفيسبوك وعلق عليها وقال: صح كلامك يا حسام، بدليل ان شيرين كانت بتدفع فلوس للملحنين والشعراء للاغاني اللي كان حسام بيختارها لنفسه وده في ألبومه، على اساس ان هو ما عندوش دخل ولا بيشتغل ولا حول ولا قوة الا بالله. وأضاف: وبالنسبة للعنف، اسألوا أحمد سعد المطرب مين ضرب شيرين ونزلت بالبيجامة ولبس عباية في الشارع وأحمد اللي راح جابها. طبعا هنا يقصد أحمد سعد. والحقيقة كانت المفاجأة بقى من أحمد سعد لما قدم روايته حوالين الواقعة عام 2020، وأكد أن القصة كلها كانت مختلفة ومش عارف إيه مصدرها، وأشار إلى أن شيرين عبد الوهاب مش هتلجأ له أبدا في حالة حدوث خلاف مع زوجها، وده لأنه رجل عصبي وجوده هيتسبب في زيادة الأزمات بين الزوجين. طبعا هنا المقصود بالعصبي اللي هو أحمد سعد. وأضاف حوار مطول مع الإعلامي رام رضوان لبرنامج مساء دي ام سي إن شيرين وحسام من أعز أصحابه، وقال: بقعد أعمل معهم شخصيات تضحك تفكرنا بأيام زمان، وفجأة وجدت أخبار عن خناقة شيرين وحسام حبيب. تابع كلامه وتصريحاته وقال: ما وقفتش أبدا في مشكلة بتخص شيرين وحسام، لو عندها مشكلة أكيد مش هتكلمني، هتكلم أي حد أهدى مني، الموضوع كله مصطنع. يعني من خلال حوار رامي رضوان مع أحمد سعد، أحمد سعد كده نفى الموضوع. شيرين بقى وقتها قالت إن كل الأنباء اللي اتكلمت عن اشتباكها بالأيدي مع زوجها حسام وعن طلبها للطلاق كل دي إشاعات، وقالت: قريت أخبار أو معنى أصح إشاعات ملهاش أي أساس من الصحة، مش مظبوطة بالمرة، بحبك يا صاحبي. ونشرت كمان شيرين صورة ليها هي وحسام وهي بين أحضانه، وكتب التعليق ساخر اللي انتوا شايفينه معايا ده، ان هي لا تتوقف عن التشاجر معهم. طبعا احنا عارفين ان شيرين في الفترة دي او بعد كده كمان بشوية كتير كانت بتحاول تنفي وجود اي مشاكل ما بينها وما بين حسام. شيرين تعمدت الظهور بملابس المنزل وبدون مكياج تقريبا، وده علشان ترد على الشائعة. الحقيقة موضوع شيرين دوا وكل اللي حصل مش هيقدر ينفيه او يثبت صحته غير لما ان شاء الله شيرين تقوم بالسلامة وتتكلم هي وتقول اللي حصل ايه بالظبط، ومين اللي فعلا لازم تتوجه له أيدي الاتهام. لكن بالنسبة طبعا لموضوع المخدرات وشيرين، شيرين كانت بتشرب مخدرات من قبل زواجها من حسام، والحقيقة في ناس كتير عارفين الموضوع ده لكن ما بيتكلموش عليه ولا بيقولوا عنه، وتم توجيه كل الاتهامات لحسام. وعلشان يكون عندنا نوع من المصداقية وفير وعدلين، لازم نقول اللي لينا واللي علينا. شيرين كانت بتشرب مخدرات من قبل حسام، من قبل زواجها منه، وده بناء على تصريحات حلمي بكر، وناس كتير عارفة الموضوع ده وعارفة مشكلة شيرين واللي حصل معاها، وده من فترة كبيرة من الزمن. بخصوص طبعا المخدرات، مش عيب اننا نغلط، لكن الصح وكل الصح اننا نتراجع عن الغلط ده. حسام غلط كتير مع شيرين، ولو كانت فعلا سعيدة في حياتها كانت توقفت عن تناول المخدرات، او كان هو اصر ان هي لازم تتعالج. لكن حسام في بعض تصريحاته والتصريح الأخير خصوصا قال إن شيرين كانت بتفضل شرب المخدرات عن حبها ليه، وإنها جت في المقام الأول بالنسبة لها. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نشوف تصريحات الموسيقار حلمي بكر، تصريحاته دايما بتكون قاسية جدا. تعالوا مع بعض نشوف قال إيه، بيكون جد جدا وجريء في كل تصريحاته. تعالوا نشوف قال إيه عن مشكلة شيرين. يبقى فهم الرسالة حتى في المصيبة بندعيلك تقوم من اللي هي فيه، ولكن لازم كلنا نقول انت غلطت.
وربنا يفوقك، ولما تخف عن حظك. بالفعل شيرين غلطت، وغلطت في حاجات كتير جدا في حياتها، ويمكن ده يرجع لطيبتها وعفويتها وبساطتها. ده انما ابص الاقي الاتهامات ما هم مش عارفين يتهموا مين. حسام حبيب كله بيقول ان حسام حبيب هو اللي بيخليها تتعاطى مخدرات. دخل كسر عليها ومسكها يضربها العلقه، ولا في سبب؟ هو انا لما تبقى اخوها قال حاجه، ما استاذ حلمي اخوه اكيد حضرتك متابع، اخوها قال حاجه وحسام قال حاجه، اخوها قال انه حسام جايب لها حاجات وقاعده بتشرب هي ومامته، هو ومامته قالوا كده. حلو. وحسام قال الكلام ده كله ما حصلش، وهو مدخل عليها راجل بيقول انه هو دكتور بمطوى ومعايا شويه ناس عشان يشربوا يسحلوها وضربوها. شوفوا بقى رد حلمي بكر على الجزئيه دي هيقول ايه. جمله حلوه، ما نعمل لها فيلم. وده اللي قلته لكم قبل كده، قصة شيرين أشبه بالمسلسل أو الفيلم. اللي حصل بعد الطلاق، بعد ما طلع ماسك البنت صاحبتها خطيبتي وقدمها في السوشيال ميديا، خطيبتي اللي هي بنت اللي طلعت اتكلمت وتقول ده أنا صاحبتي وكان زعل بسيط ورحت لها إيه، ودخلت في اللعبة بتشتري. الله، ده احنا بنجيب لها ممثلين يمثلوا. وطبعا هنا يقصد سارة الطباخ، وده اللي قلته لكم في حلقة من الحلقات قبل كده لما قلت لكم ان في علاقة ما بين حسام وما بين سارة، وان شيرين وصل لها الكلام ده وعرفت موضوع العلاقة اللي ما بين سارة وما بين حسام. طب ما احنا بقى عايزين نتكلم برضو بوضوح، لان دي من ضمن الاسامي اللي اتقالت انه سارة الطباخ اللي هي صديقته الشخصية. اشكرك ان انت حافظ الاسم. طبعا انا الاسماء دي ما دخلهاش في بقى. مش قلت لكم تصريحاته جريئة جدا وجد جدا؟ بس هي سارة الطباخ، يا حضرتك تقصد سارة الطباخ؟ سارة الطباخ. اللي عايز اقوله هنا، انا ليا حد اعرفه اربع ايام قافل عليه الباب، بخبط اشوفه مات ولا لا، بخبط يفتح، شاكك لا يكون جرى له حاجه، فاقتحم دب الباب لقى السيده المطلقه وطليقها مع بعض. تعمل ايه؟ طبعا هنا هو يقصد اخو شيرين محمد عبد الوهاب، لما راح سال على شيرين او دخل عليها ولقى معاها حسام حبيب. وفي حاله اللي هم بيقولوها دي روايته، دي روايته، دي الحدوته بقى، دي الحقيقه، دي الحدوته. انا هسمع من حضرتك الحقيقه، الروايه الحقيقيه. خدها زي جسم بتاع الصليبي وشدوها وجريوا. طب شدوها وجريوا، وديتها البوليس ولا وديتها مستشفى؟ وديها مستشفى. بس هل طب صح؟ طب كان يوديها البوليس ويثبت عليها بقى، وهي قبل ما تخش المستشفى تبقى جنايه. ما عملتش كده ليه؟ ما هو يا استاذ حلمي دلوقتي في اقاويل كتير. دلوقتي هو امبارح حسام حبيب طلع قال في واحد داخل بمطوى، اخوها بيقول ان هم داخلين هم الاثنين بيشربوا مخدرات. ثانية. هو انقذ اخته وخدها من ناس مختصين وراحوا المستشفى. ثانية. مين الصح؟ هقوم اتوضى واصلي ركعتين للاخ اللي انت عمال تقول اسمه. اسمعوا بقى تفسير حلمي بكر، شوفوا هيقول ايه. يا جماعه، ما انا مش عايز اصلي ركعتين لحسام حبيب. ما هعمل لك ايه بقى؟ كل ما اقول لك عايز اوديك للحقيقه ابص الاقي ايه. بس هو قال، انا ماليش بتاعي، هو اللي قال، هي قال، هي ما قالتش حاجه لغايه دلوقتي. ولو هي عايزه تخف وعايزه ترجع لصوابها تقول الحقيقه. وده اللي قلناه فعلا، ان بالتاكيد شيرين بعد ما تخف ان شاء الله هي اللي هتقول الحقيقه كامله، والا هنعيش في الكذب ده كله. زي ما قلت لك تيجي نكذب عشان الناس تصدقنا، هنرجع لده. انا هسمع منك انت يا استاذ الحقيقه. الحقيقه ان حسام حبيب مالوش دعوه. الحقيقه ان احنا هنصلي له ركعتين فعلا لان هو مظلوم كتير، صح؟ انا ما هو كلامي حقيقي، صلاه اصلي مين؟ لا يعني انا بقول لك للطلاق مش هيحصل. انا معاك، انا قصدي ان احنا يعني ندعي له، يعني حسام حبيب الناس كلها جايه عليه مهتمه على كلامك. ندعي له بايه؟ بان يرجعوا تاني يعني لا، ما هو معنى كلامك مش كده. ما هو دلوقتي الراجل بيقول على التليفون انا خايف انزل من البيت. والنبي؟ بيقول كده. لا تعالى. وقال بعد اللي انا شفته اللي حصل لشيرين قعدت اعيط. ليه اسمه ده حمو بيكا دخل مصر مع سته بودي جارد؟ يجيب اتنين بودي جارد ينزلوه. متخيلين حسام حبيب خايف ينزل من البيت؟ سبحان الله. النبي بقول لك ايه؟ ده التأليف حتى بقى رخيص. التأليف بقى رخيص. مين ده اللي حاجز في بلدنا خايف لا يقفوا له بمطوى؟ ايه المطوى؟ جت منين المطوى؟ ودكتور ماسك مطوى؟ ايه السيناريو ده هيبقى ايه؟ هو نفسه قال ده سيناريو خيالي، ولكن امشي معايا في الحوار يبقى فهم الرسالة. احنا عمالين نتدلع فيها حتى في المصيبة. بندعي لك تقوم اللي هي فيه، ولكن
لازم كلنا نقول انت غلطت وربنا يفوقك ولما تخف عن حظك ده لا. انما ابص الاقي الاتهامات ما هم مش عارفين يتهموا مين. حسام حبيب كله بيقول ان حسام حبيب هو اللي بيخليها تتعاطى مخدرات. دخل كسر عليها ومسكها يضربها العلقه ولا في سبب؟ وبكده فهمنا حلمي بكر عايز يوصل لنا ايه. بالفعل ان اخوها دخل لقاها مع حسام حبيب فضربها واصطحبها على المستشفى، ولكن طبعا من خلال كلام حلمي بكر بيحاول ان هو يبرئ اخوها او يلتمس له العذر، وطبعا الاتهامات هنا بتلقى على حسام حبيب. وبالتاكيد الفتره اللي جايه ان شاء الله نتمنى لشيرين ان هي تقوم بالسلام وترد على كل التساؤلات دي. ولحد هنا النهارده هننهي معاكم حلقتنا، ولكن قبل ما نمشي زي ما بقول لكم كل مره، اولا برحب بكل الناس الجديده اللي انضمت للقناه، وياريت ما ننساش نضغط لايك للفيديو. انتظروني في حلقة تانية من قناة ياسمينة اليوتيوب وأخبار النجوم، ومتابعة أهم التفاصيل والأحداث والترندات.